أنعم بمن كان الكتاب أنيسها، تتلوه بالآصال والإبكار، ترجو لقاء الله حين ندائه. اقرأ ورتل وارتقي يا قاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرني ويشرفني أن أرحب بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المرابطون، مرحبا بكم معنا في برنامج بنات قارئات في رحاب المعهد الإسلامي لتعليم البنات، والتي نستضيف لكم من خلاله الأستاذة الفاضلة ميمونة متبابة. شكرا لك الأستاذة لحضورك معنا. كما نشكر أيضا القارئات المتميزات مريم التراضي، البتول مت محمد فاضل، مريم مت محمد عالي، ونشكر أيضا الطالبة أماني مت نعمة. يا حامل الذكر في الفردوس تقرأه من نهج داود، قد أوتيت مزمارا، رتل كما كنت في الدنيا ترتله، واقطف من جنان الخلد أثمارا. وأول ما نفتتح به فقرتنا هو آيات عطرة مع الطالبة مريم التراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين،
وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الآن نتيح الفرصة للأستاذة إذا كان هناك تعليق على هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما شاء الله القارئة كانت ما شاء الله قراءة تبارك الله جيدة، لفت انتباهي فيها مد البدل اللي عند ورش خصائصه فمنوتية، هذا المد سواء كانت الهمزة محققة وكانت مقولة كهذه الهمزة فأتت به ست حركات وأربع حركات أو حركتين، جاءت كانت في القراءة ست حركات أتي به، وكذلك كانت عندها نقص شوي في إشباع الحركة، الحركات يجب أن تشبع إذا كان من غسلين لابد أن تظهر حركة الغين مكسورة من غسلين، ولا يكون هناك خلط بين الكسرة والسكون الذي بعدها. بارك الله فيك، إن شاء الله قناة لا تجد. والآن ننتقل إلى القارئة بتول بنت محمد فاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفنحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. والآن مع التعليق أستاذ. بارك الله فيك قارئة، ما شاء الله كانت قراءتها جيدة، كان عندها ملاحظة شوي عن مد العارض للسكون، المد العارض للسكون هذا في حركتين وفي أربع حركات وفي ست حركات، اختارت أن تكون حركتين للباب، كان الأحسن نقول للباب أربع حركات أو ست حركات يتذكروا للباب
وما كان على شاكلته من نهاية الآيات. كذلك لفت انتباهي فيها وقف على تغليظ اللام أن يوصل، هذا ورش غلظ ورش فتحة اللام يلي طعم وضعم والصاد المهملي، هذا اللام يعود لي مفتوح بعد الصاد والله الله يكون مغلظ، فإذا وقف عليه استصحب ذلك التغليظ الذي كان عنده وهو ساكن، استصحبه ووقف عليه مغلظا أن يوصل هكذا لورش. والآن ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي المتون مع الطالبة أمالي مت النعمة. فصل لام ولام الفعل. للامي الحلال قبل الحروف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل أربع ما عشرة خذ علمه من أبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم سر رحما تفص دفناني عم دعسو أظن انزر شريفا للكرم واللام لولا سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. تعليق على ما شاء الله، هذه كانت تتكلم عن حكم اللام من التحفة تحفة الأطفال للشمسية والقمرية، بيّنت أنها الأحرف التي تظهر قبلها والأحرف التي تضغم قبلها، التي تضغم قبلها مثل طيبات والتحيات والطاء والتاء وغير ذلك من الأحرف التي تضغم قبلها والأحرف التي تظهر قبلها مثل الكلام مثل الجزاء مثل غير ذلك من الأحرف التي تظهر قبلها. والآن ننتقل إلى القارئة مريم محمد آلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كثورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا. صدق الله العظيم ولا رسوله الكريم. أستاذ متعلق على الآيات إن شاء الله كانت القراءة طيبة لا عندها شوي نقص في أماكن الوقف مثال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده بتبدأ بعد ذلك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا إن شاء الله القراءة الأخرى كانت جيدة إن شاء الله. وفي الختام نشكركم باسمي وباسمكم جميعا لحضوركم معنا، كما نشكر أيضا أستاذتنا الفاضلة ميمونة متبابة القارئات المتميزات، ونرجو أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنعم بمن كان الكتاب أنيسها تتلوه بالآصال والإبكار ترجو لقاء الله حين ندائه اقرأ ورتل وارتقي يا قارئ.